بعد 20 سنة بتلاقي ابنها. احكي لي عن احلى المشاهد اللي انت عملتيها يا رني فرج بالنسبه لك. طبعا بالنسبه لي المشهد رجوع علي اللي هو اخر مشهد في الحلقه الاولى. بالنسبه لي مشهدي انا وخالد انور واحمد وهدى اللي هو بيقول لها ابنك مات، ده من المشاهد التقيله قوي. المشاهد انا مش عايزين نحرق الاحداث بس لا في مشاهد كتير قوي، في مشاهد كتير. صورته في قد ايه يعني؟ هم 45 حلقه من المسلسلات اللي هي ممتده يعني، صورتهم في قد ايه؟ احنا ابتدينا نص 10 خلصنا نص 3. نص 3 تقريبا 5 شهور اللي بعده. بس الميزه انه ما كانش فيه كرباسه رمضان يعني. لا 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 نشتغل بالراحه وبمزاج. طب على فكره دي حاجه مبدعه. كان فيه في الاخر يعني كان فيه في الاخر شويه كرباسه رمضان كده بصراحه. لا بس الناس اللي بتمثل في رمضان دول بيمثلوا على الهوا يعني. بيمثلوا عشان الحلقه تتعرض بكره او تتعرض النهارده للاسف الحقيقه. ويبتدي المسلسل قوي وجميل وحلو يجي على الاخر بقى يبتدي عشان يلحق. لا احنا الحمد لله اشتغلنا على الرايق جدا وبروقان وبمزاج فعملنا شغل حلو حقيقة. وكان في مساحة تمثيل كثيرة يعني مشاهد واخدة راحتها، المخرج مدينا وقتنا عشان تنفعلي بتاخدي وقتك، مفيش السربعة مفيش يلا عايزين نلحق، لا يعني كنا بنمثل بهدوء الحقيقة. شفتوا الأصل المسلسل؟ هو مسلسل فورمات زي في تجارب ناجحة كثيرة. ما شفتش الأصل، ما محبش أشوف. لا أصلا ما عطرناش عليه أصلا والله. قعدت أدور عليه من كام يوم بس ما لقيتوش. عايز أتفرج عليه. لا هو التريلر بتاعه موجود بس يعني مش قصدي في مسلسل كده اتعملت. شفت التريلر من قبل المسلسل. هو كويس ان ما شفناهوش. انا مش حابه اشوف. ما اعتقد هي التيمه الاصليه فكره انه ابن مفقود وبعد كده يجي، ما هي موجوده من زمان، هي فكره التفاصيل اللي جوه هي اللي مختلفه. طيب كنا بنقول المسلسل مليان تنوع ومليان مشاهد كتيره وممثلين كتيره وازمنه كمان مختلفه. انا عرفت انه احمد فاق انت بتجربتك فيه انت حاببها قوي في المسلسل ده يعني. انت اول انت عندك خبره كبيره جدا، انت بتصير في السينما وفي التلفزيون المسرح والمسرح، انما المسلسل ده انت حبه بشكل خاص. اي دور بحس ان انا لسه ما تطرقتش ليه او ما دخلتش ما عملتوش قبل كده بيبقى بالنسبه لي متعه جديده. انت راح تكتشف حاجه جديده. الممثل اللي بيحب يمثل اللي بيحب التمثيل نفسه بيبقى تفكيره هنا. فكره انك تلعب دور اب وبسن اكبر من سنك فكره فيها تحدي حلو يعني. الممثل يحب حاجه تنكشه فالدور كان من هنا. بلس انا كنت حابب ان انا اشتغل مع ساحاتم علي. ساحاتم علي من اصحاب وجهات النظر المهمه. يعني تسعى ان انت تشتغل معاه فلقيتها فرصه كويسه ان انا ابقى موجود معاه. شفت الكاست حلو، القصه بساطتها سر قوتها على فكره. ده حقيقي سر قوه المسلسل ده ان هو بسيط وحتى التركيبه بتاعته متركبه ببساطه. ان مجرد فكره ان نرجع تاني بقى ان الحلقه تقفل مضطر ان انت تتفرج على الحلقه اللي بعدها بل مستنيها. التكنيك ده بيضيع منك لما بتشتغل في رمضان. انت الحلقات بيجي لك على الهوا، المخرج نفسه بيتظلم وهو بيخرج، الممثلين نفسه. فعشان كده كانت بتبقى الحلقه بتخلص عشان هو احنا خلصنا الزمن اللي هم عايزينه، مش ان في قفله حلقه. لكن هنا في بقى في زي ما بيقولوا رستقه. المخرج الاستاذ حاتم علي كان تحس ان هو جاي ممنتج المسلسل. ايه خلصت الليمت بتاع الكريدت كارد بتاعك؟ واتقفل امبارح كمان. انا محتاج حد عندك من الشركه يروح البنك عشان يشغلوه تاني. استنى بقى لما اشوف حساب البنك واعرف صرفت الفلوس دي كلها في ايه. بس بسرعه، مش معقول يعني يا بابا يعني مروان ابن راجي بيه هيمشي من غير فلوس؟ ها فوز، ماما فين؟ في اوضه علي. يوه انا زهقت من موضوع اوضه علي ده. هو انتوا مش ناويين تشوفوا حل ولا ايه؟ مروان وطي صوتك، مامي ممكن تنزل في اي لحظه وتسمعك. مروان بلاش تفتح الموضوع ده في يوم عيد ميلاد علي. ما هي الاوضه دي لازم تتقفل يا بابا. مش معقول يعني كل ما اعدي من قدام الاوضه الاقي حاجه علي من وهو صغير لسه محطوطه في مكانها. وبعدين المقام اللي هي عاملاه ده مفيش حد مننا عايز يزوره او يشوفه. دي ممكن يحصل لها حاجه لو عملنا اللي بتقول عليه ده. انت ما تعرفش يعني هي مرتبطه ازاي بالاوضه دي. وممكن يحصل لها العكس، هتتعب في الاول شويه وبعد كده هتبقى تمام. مع اني شاكك في موضوع انها هتبقى تمام ده، ما هو بقتش طبيعيه اساسا. مروان ما تتكلمش عن مامتك بالشكل ده. مامي